نشرة مفصلة من أخبار الـ MTV، أهلا بكم. مساء الخير. تستعد الدولة لدخول العام المقبل وسط انفصام عميق يضرب مؤسساتها، والتشوه بلغ مراحل متقدمة بحيث بات يقدم إلى العالم نموذجا مقلقا لما يجب أن لا تكون عليه الدول. ويورد المراقبون بعض الأمثلة على ذلك. أولا، السلطة الإجرائية يقودها رأسان، الحكومة ومجلس الوزراء، ولكل منهما سياساته الداخلية والخارجية والدفاعية والاقتصادية والمالية، وما يقرره المجلس لا يتقيد به الوزراء بالضرورة، خصوصا متى تعارض مع مصالحهم أو مع مصالح ما ومن يمثلون. ثانيا، ازدواجية الأمرة الدفاعية ورعاية التعارض بين أجندات الجيش والمقاومة. ثالثا، أمر واحد يتفق عليه مجلس الوزراء والحكومة، التخلي الطوعي عن دوريهما لصالح اللجان والطاولات، والتسويق لكل ما يلغي الآليات الديمقراطية لتداول السلطة كإسقاط الحكومات والانتخابات. وسط هذا التحلل المؤسساتي، يسعى رئيس الجمهورية الوسطي المشارك في الحكومة إلى الجمع بين عربتي المؤسستين السائرتين في اتجاهين متعارضين، وقد تلقى الدعم وللغرابة من المعارضة على شاكلة كتاب مفتوح وجهه إليه رئيس القوات. في السياق الإجرائي، أقر مجلس الوزراء المراسيم التنظيمية لهيئة قطاع النفط مع تخفيض مخصصات العضو الفردي فيها من 3 أضعاف مخصصات النائب إلى 2.5، فيما علت صرخات الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية والمياومين والجبات في الكهرباء مطالبين بحقوقهم في التثبيت والرواتب من الحكومة التي تدعي أنها لا تملك المال. إقليميا، التقت آراء الإبراهيم ولافروف على ضرورة اختراع حل سلمي في سوريا، وإلا فالفوضى الدامية لن تقتصر عليها وحدها، لكن أفاق الحلول لا تزال تحجبها عقبتان: الحل مع الأسد أو الحل من دونه. البداية من جلسة مجلس الوزراء. رد رئيس الجمهورية ميشيل سليمان بحزم على التهديدات التي أطلقها أهالي المخطوفين في سوريا ضد تركيا، فأكد في مستهل جلسة مجلس الوزراء أن لغة التهديد مرفوضة بالكامل، ويجب أن تمحى من قاموسنا فعلا لا قولا، لأن في ذلك تعريضا مجانيا لمصلحة الوطن. سليمان نبه إلى أن الدولة اللبنانية لن تتساهل فيما يضر بعلاقاتها بالدول العربية والصديقة، ووعد بأنه سيتابع ورئيس الحكومة بذل كل الجهود لحل هذه القضية دون اتهام أي جهة ودون أي تهديدات لمصالح لبنان. وعلى قاعدة أن وطننا يستحق التضحية، دعا رئيس الجمهورية أن يكون الحوار محط قبول الجميع دون عقد وبتضحيات متبادلة من كل الأطراف، وألمح إلى معطيات إيجابية متوفرة لديه عن إقرار قانون انتخابي جديد انطلاقا من مشروع الحكومة. وترك رئيس الجمهورية ملفي سلسلة الرتب والرواتب والأساتذة المتعاقدين معلقين بانتظار دراسة عميقة ودقيقة تجنبا لخطوات غير محسوبة في كلا الملفين. الجلسة تضمنت عتبا وديا من الوزير وائل أبو فعور على وزير الخارجية عدنان منصور على خلفية الرسالة السورية ضد أبو فعور. طرح الأمر معالي وزير الخارجية والمغتربين بأنه لم يتبنى مضمون المذكرة وأنه قام بإحالتها، وقلت رأيي بأنه في إحالة معالي الوزير ما يشير إلى تبني. حصل نقاش ودي حول هذا الأمر وانتهى عند هذه الحدود. رد يصل قريبا إلى معالي وزير الخارجية والمغتربين لتحويله إلى السفير السوري ولبنان بما يفند ويرد على كل هذه المزاح. مجلس الوزراء وافق على المراسيم التطبيقية لإطلاق المناقصات الخاصة بالتنقيب عن النفط، وعدل بعد نقاش مستفيض واعتراض وزراء جبهة النضال وفريق ميقاتي ووزير الدفاع فايز غصن، عدل اقتراح وزير الطاقة الخاص بالتعويضات المتعلقة بأعضاء هيئة إدارة القطاع التي خفضت من 36 مليون إلى 25 مليون يضاف إليها بدل انتهاء العمل لتصل إلى حوالي 30 مليون. مجلس الوزراء يعود في مطلع العام الجديد بجلسة مخصصة لملف اللاجئين السوريين تعقد في 3 من كانون 2 في قصر بعبدة. في الخاص، هل تكون رواتب ومخصصات هيئة قطاع النفط عبئاً إضافياً على خزينة الدولة الرازحة أصلاً تحت الدين وأرقامه المخيفة؟ تقرير بيرنا نعم شديد.
إذا جمعنا رواتب ثلاثة نواب تقريبا قد تساوي راتب عضو واحد في هيئة إدارة قطاع النفط التي تضم 6 أعضاء، والتي اقترح وزير الطاقة إعطاء كل عضو فيها راتبا شهريا يقدر بحوالي 36 مليون ليرة، من ضمنها الضمان والطبابة والتنقلات وغيرها. يعني عم تحكي لك حركة 30 ألف دولار كلفة كل عضو، بتزيد عليها أكلاف ضمان وغيره، عم تحكي لك 3-4 مليون دولار بالسنة على هذه الهيئة، وبعد ما طلع نفط لكي نسدد هذه الفاتورة. طيب مقارنة مع مين؟ هي القرارات المهمة المصيرية اللي عم ياخدوها اللي تستحق 25 ألف دولار؟ هل هو مثلا، ما بتحكي عن النواب، نحن قاضي صار يبقى 12 مليون ليرة، طيب النايب 10 مليون ونص، رئيس مجلس وزراء 30 مليون ليرة، رئيس جمهورية 40 مليون ليرة، صاروا بال 40 مليون يا جماعة بعد ما بديوا. كيف قدرت يعني هذه المعاشات؟ مين قرر انه هالقد لازم يندفع لهم هدول الخبراء والمختصين اللي بدهم يشغلوا هيدي اللجنة؟ الامبراطور جبران باسيل، هناك امبراطورية عند جبران باسيل. هل يحق لوزير انه هو يحدد؟ هلا هو حدد وما استحى وبعت على مجلس وزراء. ما عنده مشكل جبران باسيل وتياره بهدر المال العام لمصالح انتخابية. وفي مقارنة صغيرة لرواتب هيئات أخرى، فرواتب أعضاء الهيئة الناظمة للاتصالات مثلا التي أنشئت عام 2008 تساوي حوالي 15 مليون ليرة شهريا لكل عضو. وحتى إذا أضفنا غلاء المعيشة يبقى الفارق كبيرا بين رواتب الهيئات. لماذا ومن حدد قيمة الرواتب وعلى أي أساس؟ وأعتقد أنه عم بقوم في الوزير باسيل اليوم أنه يؤسس لعدم استقلالية هذه الهيئة لكي تعود يعني تشكيلها ودفع معاشاتها لهذا الوزير اللي بيكون له عليها، وذلك كل ما قد تقوم به في المستقبل بيقدر يأثر عليه من خلال المعاشات الخيالية. النظام المالي لهيئة النفط غير موجود بعد، وبالتالي المصاريف ستستوفى من خزينة الدولة. ورغم أن مجلس الوزراء خفض الراتب الشهري مع المخصصات من 36 مليون إلى حوالي 25 مليون ليرة شهريا يضاف إليها المخصصات، فثمة من يتساءل هل بإمكان خزينة الدولة تحمل عبء أكثر من 170 مليون ليرة شهريا كرواتب لأعضاء هيئة النفط؟ وزير الطاقة والمياه جبران باسيل علق على الانتقادات التي طورت مخصصات أعضاء هيئة النفط، واعتبر بعد اجتماع التكتل أن من تحدث عن هذا الموضوع لا يعرف المعايير الدولية المعتمدة في هذا القطاع. يلي حكي عن أنه هالمخصصات لأعضاء الهيئة هي عالية، ما بيعرف أكيد شو معناتها قطاع النفط، وأكيد ما بيعرف أنه حماية لهالقطاع، مش للناس اللي بيشتغلوا فيه، حماية لموارد لبنان، وتنقدر نجيب أحسن الخبرات، نقدر نتعاطى مع أكبر الشركات ونحافظ على الناس عم يشتغلوا بقمة الهرم وتحته. هيدي المخصصات هي أقل ما لازم وأقل من المعايير المعتمدة، وحتى بلبنان معلم مضطر سمي أنا وقول أنه في كتير من الهيئات بلبنان يلي بتاخد مخصصات أكتر من هيك. لحدد بعضها: هيئة الأسواق المالية، الرقابة على المصارف، ميدل إيست، إنترا، كازينو لبنان، مصرف لبنان وغيره وغيره يلي مخصصاتهم أكتر من هيك. وهيدا مركز وهيئة منتجة للأموال، وما حنعوز أموال الدولة، لأنه من اليوم في عنا أموال أمناها أكثر من هيك بكتير من خلال بيع المسوحات. فما يروحوا على اللبنانيين هالفرحة ويخلون يعتقدوا كأنه أموالهم عم تنصرف. مجلس النواب نبيه بري اللجنة النيابية الفرعية إلى جلسة قبل ظهر الثلاثاء 8 كانون الثاني 2013 في مبنى مجلس النواب لدرس مشروع قانون الانتخاب. الدكتور سمير جعجع يوجه رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية تشرح موقف 14 أذار من مقاطعة الحوار، وتؤكد أن بديل الحوار استقالة الحكومة. صحيح أننا نشعر اليوم بأسى كبير بسبب إحجامنا عن تلبية دعوتكم الكريمة إلى طاولة الحوار، إلا أن ما يمنعنا عن تلبية هذه الدعوة هو الطرف الذي تدعوننا فخامتكم لجلوسه معه تحديدا، والذي يعمد
لا إلى تقويض الحوار الوطني وإفراغ مقرراته من مضمونها فحسب، وإنما إلى إفراغ طاولة الحوار من محاوريها أيضا. إنما طالبت به قوى 14 أذار على الدوام هو حوار جدي بناء ينطلق مما تم الاتفاق عليه سابقا، فلا تلغي الجلسة الحالية مقررات الجلسات التي سبقتها. حوار يلتئم من دون أن يكون المسدس موجها إلى رأس قوى 14 أذار بخلاف ما هو حاصل اليوم. إن رفضنا منطق الحوار هذا وليس بالمطلق، هو موقف ينبع من قناعاتنا الوطنية ويستهدف حصرا الجهة التي تحاول التلطي خلف طاولة الحوار لممارسة الإرهاب والابتزاز الأمني والسياسي وفرض معادلة إما السلاح غير الشرعي أو الفوضى. لأن 19 جلسة حوار عقدت ما بين العامين 2006 و2007 لم تحل جميعها دون وقوع حوادث 7 أيار التي أسفرت عن 70 قتيلا ونيف ومئات الجرحى وكثير من الخراب. إن إعلان بعبد الذي اعتبرتموه إنجازا هاما للحوار ما هو بالفعل إلا ترجمة وانعكاس لما نؤمن به نحن فريق 14 أذار وإياكم دون سوانا من الجالسين على طاولة الحوار. نجدد فخامة الرئيس التزامنا التام بحوار وطني لكن حقيقي، بينما نحن في الوقت ذاته نرفض الترهيب والابتزاز والانخراط في عملية تكاذب سياسي ليست سوى ملهاة لكم ولنا وللبنانيين. البديل هو استقالة الحكومة الحالية ومن ثم التقيد بالإجراءات الدستورية التي ستفضي حكما إلى تشكيل حكومة جديدة تشرف على الانتخابات. النائب محمد قباني يطلق صرخة من مجلس النواب بسبب تغييب أهل بيروت عن هيئة الحوار وعن الحياة السياسية. ولا يغير من هذه الصورة سياسيان صديقان يشاركان لتمثيل طوائفهم وليس أهل العاصمة. لماذا يغيبون عن المشاركة السياسية في الحكم وبالتالي أيضا في الحكومات التي كانوا منذ الاستقلال أساسها وأركانها؟ وهل يصدق أحد أن السيبة الطوائفية تصح مع تغييب بيروت؟ لماذا يغيب البيارتة بنسبة عالية عن الإدارة ومواقعها الأساسية وعن المؤسسة العسكرية والمؤسسات الأمنية وحتى عن بلديتهم؟ لماذا يعجز أبناء بيروت عن حماية مدينتهم من التعديات والانتهاكات التي تطال شاطئها الجميل وكورنيشها التاريخي؟ لماذا هم غرباء في دوائر الدولة لا ظهر ولا معين كالأيتام على موائد اللئام؟ هم أوادم؟ نعم. هم مهذبون؟ نعم. ولكنهم لن يقبلوا أن يكونوا مستضعفين. بعد إلغاء مفتي الجمهورية دعوته الهيئة الناخبة لانتخاب مجلس شرعي إسلامي جديد في 30 من هذا الشهر، رئيس الحكومة يزوره حاملا صيغة للحل. تقرير هيثم خوند. ما فرقته السياسة جمعته انتخابات أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى. فالرئيس نجيب ميقاتي صاغ والرئيس فؤاد السنيورة اقتراح حل لمعضلة الانتخابات وحمله برفقة الوزير السابق خالد قباني والأمين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي إلى مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني الذي سيجيب عليه في وقت لاحق. الاقتراح يقضي بإجراء الانتخابات خلال فترة أقصاها من 2 إلى 3 أشهر وأيضا استمرارية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بحيث أن لا يكون يوجد أي فراغ لحين إجراء الانتخابات. الرئيس ميقاتي أكد التمسك بالمفتي قباني من دون أن يمنعه ذلك من توجيه رسالة حازمة له. ماذا لم يوافق المفتي على هذه المبادرة؟ أنا أردت عليه أن يتصرف ضمن هذا السياق الذي قلته. شكرا. سقط عدد من القذائف من الداخل السوري على الأراضي اللبنانية في محيط منطقة العبودية الحدودية وتحديدا على حكر جنين وقشلق في وقت تشهد بلدة العويشات السورية حركة نزوح كثيفة باتجاه قرى وادي خالد. في الأزمة الإبراهيمي يدعو إلى تغيير حقيقي وحكومة سورية انتقالية بصلاحيات كاملة، والمعارضة تؤكد استعدادها لانتقال سياسي لكن من دون الأسد، ولافروف يحذر من فوضى دامية في حال فشل المفاوضات. ميدانيا غارات على إدلب ومقاتلو المعارضة يقتحمون مطارا عسكريا في ريف حلب.
حراك دبلوماسي مكوكي قبل انقضاء العام في سوريا. والمفد الدولي الأخضر الإبراهيمي الذي يزور روسيا السبت المقبل أعاد إلى الواجهة مساعي الحل السياسي للأزمة، معتبرا أن التغيير المطلوب حقيقي. نحن واثقين من أن مؤتمر جنيف الذي عقد في شهر 6 من السنة اللي فاتت فيه من العناصر ما يكفي لوضع مخطط ممكن ينهي هذه الأزمة خلال الأشهر القليلة المقبلة. الإبراهيمي دعا من دمشق إلى تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات تتمتع بكل صلاحيات الدولة وتتولى السلطة خلال مرحلة انتقالية تنتهي بانتخابات، وأكد أهمية ألا تسبب المرحلة الانتقالية بانهيار الدولة ومؤسساتها. الوقت ليس في صالح أحد. المفد الأممي أكد أنه في حال الفشل سيكون الذهاب إلى مجلس الأمن واستصدار قرار ملزم للجميع هو الحل البديل. الائتلاف الوطني المعارض سارع إلى تأكيد انفتاحه على انتقال سياسي بشروط. أي مبادرة يجب أن يكون بندها الأول هو رحيل من دماءنا على يديه. وفي هذه الأجواء وردت أنباء أن فنزويلا أقرت تلقيها رسالة من الأسد يطلب فيها اللجوء لعائلته. من جهتها أكدت فرنسا مجددا أن الأسد الذي يتحمل مسؤولية سقوط 45 ألف ضحية لا يمكن أن يكون جزءا من الانتقال السياسي. في الأثناء حذر وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف من فوضى دامية في سوريا في حال فشلت المفاوضات، وذلك عقب لقائه وفدا سوريا برئاسة نائب وزير الخارجية فيصل المقداد، فيما نفت موسكو وجود خطة مشتركة مع الولايات المتحدة لإنهاء الأزمة في سوريا. وأكد الناطق باسم الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشفيتش أن جعل رحيل الأسد أساس أي حوار هو انتهاك لاتفاقات جنيف. من الجهة الإسرائيلية التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في عمان من دون ذكر تاريخ اللقاء، وأفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن البحث تركز على الوضع في سوريا ومسألة الأسلحة الكيميائية. ميدانياً أعلن مقاتلو المعارضة بدء معركة تحرير إدلب انطلاقاً من معرة النعمان، كما شن الطيران الحربي السوري غارات جوية في محيط معسكر وادي الضيف. أكد وزير الخارجية عدنان منصور أن جميع اللبنانيين في بانغي في أفريقيا الوسطى والبالغ عددهم نحو 300 بخير، وأن عددا من الأسر اللبنانية غادر إلى برازفيل نتيجة الاضطرابات الأمنية التي تشهدها جمهورية أفريقيا الوسطى. بعد الإعلان التلاعب يهدد رغيف اللبنانيين. بحجة ارتفاع الطلب تلاعب بعض الأفران بوزن ربطة الخبز وحاولت أفران أخرى رفع سعر الرغيف. تقرير لحسين خريس. أراد بعض أصحاب الأفران استغلال لجوء السوريين إلى لبنان، فحاولوا البحث عن إمكان طلب تحرير سعر ربطة الخبز ورفعه إلى 2000 ليرة بحجة زيادة الطلب على الرغيف. وعلمت الام تي في من مصادر متابعة للملف أن عددا من الأفران خفض وزن الربطة مع الإبقاء على سعرها الحالي 1500 ليرة، الأمر الذي استهجنه بعضهم الآخر من أصحاب الأفران، فدعوا إلى اجتماع عاجل انتهى بقرار بقاء ربطة الخبز على حالها ووزنها وسعرها. ارتفاع الخبز هلأ سعره خط أحمر وأكيد منا ماشيين فيه. أما أنه عم بيبيعوا الرغيف بسوريا ب7000 أو ب8000 ربطة الخبز، يعني نتيجة حرب نحن مرقت علينا قبل السوريين، يعني نيجي نحن نستغل الظرف ونرفع سعر الخبز؟ لا مش مسموح. إذا ما رفعتوا سعر الخبز هل ممكن كمان ترجعوا تخفضوا وزن ربطة الخبز عن جديد؟ بالوقت الحاضر أبدا، هيدا العمل ممنوع. محاولة المتاجرة بالرغيف باءت بالفشل، فجرى العزف على اسطوانة جديدة قديمة وهي زيادة دعم الدولة للطحين من 18,000 طن إلى 20,000، الأمر الذي بقي قيد التداول بين وزير الاقتصاد نقول نحاس والمعنيين. أما ما نشر في الصحف حول كمية الدعم المفقودة والتي لا تطول القرى النائية والأفران الصغيرة ففاقد للدليل الحسي حتى الساعة. كل فرن قائم على جميع الأراضي اللبنانية عم ياخذ الحصة اللي هو يشتغلها واللي هو متقدم فيها، إنه أنا حصتي 10 كياس 10 طن 5 طن، عطيت الوزارة حقه كامل غير منقوص.
على الرغم من عدم إمكان المس بسعر الرغيف ووزن ربطة الخبز، إلا أن الأمر مرهون بظروف كثيرة أبرزها احتكار الأفران الكبيرة التي التهمت حصة الأسد من الطحين المدعوم. كلف النائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي المباحث الجنائية التحقيق في إدخال مواشي عبر مرفأ بيروت لا تنطبق عليها الشروط الصحية. من جهة أخرى يتفقد ماضي السبت سجن رومي والسجن المرتقب استخدامه كقاعة لمحاكمة المتهمين في قضية نهر البارد. تزامنا مع جلسة مجلس الوزراء في بعبدة، نفذ الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية والمستثنون من التفرغ اعتصاما على طريق القصر الجمهوري مطالبين بإنصافهم أسوة بزملائهم، محذرين من تبعات تداعيات إقرار الملف بصيغته الحالية. أولا، إيقاف ملف التفرغ الفضيحة بصيغته الحالية وإعادته إلى مجالس الأقسام ذات السلطة الأكاديمية المسلوبة الصلاحية. ثانيا، الإسراع في تعيين العمداء على أساس الكفاءة وتشكيل مجلس الجامعة ذي الصلاحية التامة في تعيين الأساتذة والموظفين. ثالثاً، إعادة الاستقلالية الإدارية والأكاديمية للجامعة. رابعاً، تحديث التشريعات القانونية والمراسيم التنظيمية للجامعة. نحذر المسؤولين والقيمين على الجامعة من أن يكون ما يحصل اليوم من محاصصة في ملف تفرغ الأساتذة مقدمة لحصحصة المقاعد الطلابية في الكليات التطبيقية. اجتماع للجنة العمال المياومين في كهرباء لبنان مع رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن. عادت قضية المياومين وجبات الإقراء في مؤسسة كهرباء لبنان إلى التفاعل مجددا، وذلك بعد أشهر من إقفال هذه القضية، حيث سجل المعنيون مخالفات عدة في تطبيق الاتفاق السياسي لحل مشاكلهم، خصوصا لناحية عدم دفع رواتب أشهر الاعتصام وعودة الملاحقة القضائية بحق بعض منظمي ذلك الاعتصام والتحركات التي رافقته. ولهذه الأسباب حمل المياومون مطالبهم إلى رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن محذرين من العودة إلى التصعيد. تعلن اللجنة أنها منذ هذه اللحظة ستبدأ سلسلة تحركات على كافة المستويات العمالية والنقابية والسياسية والإعلامية للتوصل سريعا لاتفاق حاسم ونهائي مع المعنيين، وفي حال لم تصل اللجنة لحلول سريعة فإنها تعلن يوم الأربعاء الواقع في 9/1/2013 يوم تجمع في مؤسسة كهرباء لبنان المركزي لأخذ خطوات تصعيدية لاحقة قد يكون الاعتصام واحدا منها. رئيس الاتحاد العمالي العام تعهد متابعة هذه القضية مع جميع المعنيين حتى الوصول إلى حل لهذه الملفات. ما بيجوز إلا ما يكون في تصنيف وظيفي، وهذا ما اتفق عليه، لحتى لي كمان يتساووا الموظفين بسلسلة رتب ورواتب أسوة بغيرهم من الناس، خاصة أنه نحن بمعركة سلسلة رتب ورواتب في القطاع العام، وهذا أمر حق. ما بيجوز استنسابا موظف نعطيه ثلاث أضعاف وموظف نعطيه الضعف ليلة أنه، وبعض الأحيان لسبب نقابي أنه كان من طليعة اللي كانوا عم بيطالبوا بحقهم أكانوا معتصمين في المناطق أو معتصمين في مركز الشركة. وبحسب مصادر لجنة المتابعة، فإن الفشل في تطبيق بنود الاتفاق لا يؤدي فقط لعودة الاعتصام إلى مؤسسة كهرباء لبنان، بل أبعد من ذلك وصولا إلى ساحة رياض الصلح وساحة النجمة، تمهيدا لاعتصام مفتوح في الأماكن الثلاث. استقبل شيخ عقل طائفة الموحدين دروز الشيخ نعيم حسن في دار الطائفة وفدا من اللقاء الروحي في الجبل، حيث أكد أمامهم ألا خيار في لبنان من دون الوحدة والتفاهم والتعايش، داعيا إلى السعي من أجل إحلال السلام والتلاقي والمحبة. ولاحقا زار الوفد الصرح البطريركي في بكركي، حيث التقى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الرعي. لمناسبة الأعياد المجيدة أقام السيد ميشيل مكتف احتفالا في مجمع ميشيل المر الرياضي، حضره عدد كبير من أطفال المتن وأهاليهم، وتخللت الحفل عروض راقصة لفرق عالمية. وقد شدد مكتف على أن هدفه كرجل سياسي هو أطفال لبنان وأولاده، لأنهم المستقبل وعليهم الاتكال. وفي نهاية الاحتفال وزعت هدايا الميلاد. بعد الإعلان، مبارك الأب وبوش الأب يتدهوران.
أمر النائب العام المصري طلعت عبد الله بانتداب قاد لوزارة العدل للتحقيق في اتهام موجه إلى قادة جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة محمد البرادعي وعمر موسى وحمدين صباحي بالتحريض على قلب نظام الحكم في مصر. من جهة أخرى استقال وزير الشؤون القانونية والنيابية في الحكومة محمد محسوب من منصبه احتجاجا على ما وصفه بأسباب سياسية واجتهادات. هذا وأمر النائب العام المصري بنقل الرئيس السابق حسني مبارك 84 عاما إلى أحدى المستشفيات العسكرية نظرا لتدهور صحته. وأوضح مصدر قضائي أن مبارك سيعود بعد تعافيه إلى سجن طرة في القاهرة حيث يقضي عقوبة السجن المؤبد بتهمة قتل متظاهرين. نشر الجيش الإسرائيلي كتيبة جديدة في مدينة إيلات على ساحل البحر الأحمر مقابل صحراء سيناء المصرية. وأكد بيان عسكري إسرائيلي أن الكتيبة الإقليمية أطلق عليها اسم أدوم وتشكل مع الكتائب الموجودة هناك وحدة لتعزيز الأمن على طول الحدود مع مصر. إلى الكويت حيث أدانت منظمة Human Rights Watch ما أسمته الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة الكويتية خلال احتجاجات المعارضة ودعت الكويت إلى احترام حق التظاهر. وردا على المنظمة أكدت وزارة الإعلام الكويتية أن الشرطة لم تتدخل إلا حماية للممتلكات العامة والخاصة وعندما أصبحت التظاهرات عنيفة. بوتين يمنع الأمريكيين من تبني أطفال روسيا، عاصفة تضرب الولايات المتحدة. جورج بوش الأب في حال حرجة، ونجل بوتو يدخل معترك السياسة في باكستان. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن لا أسباب تمنعه من توقيع القانون الذي يمنع تبني أطفال روس في الولايات المتحدة. هذا القانون اعتمده نواب روسيا في مقابل قانون أمريكي ينص على معاقبة المسؤولين الروس المتورطين في مقتل الحقوقي سيرجي مانيتسكي الذي توفي في السجن عام 2009. في الولايات المتحدة قتل 7 أشخاص جراء العاصفة القوية التي ضربت البلاد مع حلول عيد الميلاد وترافقت مع تساقط ثلوج وجليد من خليج المكسيك إلى منطقة البحيرات الكبرى ما أدى إلى إلغاء حوالي 2000 رحلة جوية، كما حرم أكثر من 200,000 شخص من التيار الكهربائي، فيما علق عشرات آلاف المسافرين في مطارات في مختلف أنحاء العالم. وفي خبر آخر، وضع الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب تحت المراقبة في قسم العناية الفائقة في إحدى مستشفيات تكساس بعد تدهور وضعه الصحي جراء مضاعفات ناجمة عن إصابته قبل أكثر من شهر بالتهاب رئوي استدعى مذ ذاك مكوثه في المستشفى. أحيت باكستان الذكرى 5 لاغتيال رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بنظير بوتو، فيما من المقرر أن يطلق ابنها الأكبر بلوال بوتو زرداري مسيرته السياسية مع اقتراب الانتخابات المرتقبة في الربيع. أصدر البرلمان التركي قراراً بوقف عرض مسلسل حريم السلطان اعتباراً من بداية عام 2013 بعد أن تقدم أحد النواب بعريضة تتهم المسلسل بتشويه صورة السلطان سليمان القانوني أو المشرع الذي أصدر عشرات القوانين إبان فترة الحكم العثماني. موقع فوربس ينشر لائحة الممثلين التي تحقق أفلامهم أرباحاً طائلة. تقرير لإرسل دكاش. استنادا لتقرير نشر على forbes.com تربعت الممثلة الشهيرة ناتالي بورتمان على عرش الممثلين اللي بيقدروا يجلبوا أعلى متوسط عائدات لأفلامهم. بورتمان الحائزة على أكاديمي أورد مقابل كل دولار بتقبضه بتأمن لاستوديو الإنتاج بالمقابل 42.70 دولار. وفيلم بلاك سوان يلي حازت من خلاله على جائزة أوسكار كلف إنتاجه تقريبا 13 مليون وكانت إيراداته بشبابيك التذاكر 329 مليون دولار. نجمة توايلايت كريستين ستيوارت اجت من بعد بورتمان بفارق بسيط وهو 40 دولار تقريبا مقابل كل دولار بتقبضه. نجم ترانسفورمرز شايا لابوف اجى بالمرتبة الثالثة مع 35.80 دولار. روبرت باتنسون حل بالمرتبة الرابعة. نجم سلسلة هاري بوتر دانيال رادكليف بالمرتبة الخامسة. تايلور لوتنر سادس. برادلي كوبر بالمرتبة السابعة. موقع فوربس حل الأرقام العائدات استنادا إلى الأرقام يلي بلغتها شبابيك التذاكر من آخر 3 أفلام بتعود لآخر 3 سنين لكل ممثل. ومن أرقام الممثلين إلى أرقام من نوع آخر وصفحة الاقتصادية مع الزميل موريس متى. مساء الخير.
أشارت نشرة بنك عودي لهالأسبوع أنه إحصاءات المالية العامة أظهرت أنه الدين العام اللبناني بلغ 56.6 مليار دولار نهاية تشرين الأول 2012 بارتفاع 6% بالمقارنة مع 2011. وإذا استثنينا وديع القطاع العام لدى المصارف التجارية ومصرف لبنان بيكون الدين ارتفع 4% من بداية العام ليبلغ 48.3 مليار دولار. ولدى مقارنة الدين مع حجم الاقتصاد بتبين أنه الدين شكل 135% من الناتج المحلي نهاية تشرين الأول 2012 بالمقارنة مع المستوى القياسي اللي كان سجله بال2006 عند حوالي 180%. كما وورد بنشرة عودي تقرير لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني بيتناول الأفاق الماكرو اقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بال2013 من لبنان اللي رح تؤدي الأزمة السورية المستمرة لمزيد من الضغوط على نمو اقتصاده وخطوط الصادرات اللبنانية عبر البر السوري وحركة السواح، ولكن مع تدفق أكبر بأعداد اللاجئين السوريين. كما وتوقعت فيتش أنه تبلغ نسبة التضخم بلبنان حوالي 5% بال2013 بظل وصول نسبة العجز المالي العام لناتج المحلي لحدود 10%. أيضا لبنانيا حددت وزارة الطاقة تعرفة المولدات الكهربائية عن كانون الأول 2012 عند 390 ليرة لبنانية لكل سعة تقنين للمشتركين بخمسة أمبير و780 ليرة للعشرة أمبير، وهالتعرفة مبنية على أساس سعر وسط لصحيفة المازوت الأحمر عن 26452 ليرة وبعد احتساب بكافة مصاريف المولدات وهامش أرباح أصحابها. والمعدل الوسط لساعات القطع بين المناطق بلغ 335 ساعة هالشهر خارج منطقة بيروت اللي اتقطعت فيها الكهرباء ثلاث ساعات يوميا. أوروبيا انخفض حجم الدين الحكومي الفرنسي خلال الربع الثالث من 2012 لحوالي 89.9% من الناتج المحلي من 91% بالربع الثاني، بالوقت اللي تراجعت فيه ديون الحكومة المركزية ب 13.9 مليار يورو على أساس فصلي. ومن جهة أخرى زاد عدد العاطلين بفرنسا 0.9% بتشرين الثاني بارتفاع للشهر 19 على التوالي، ووصل لأعلى مستوياته من 15 سنة عند 3,132,000 عاطل عن العمل لتكون نسبة البطالة تخطت 10.3%. إلى الولايات المتحدة حس أعلن وزير الخزانة الأمريكية تيموثي غايتنر أن الحكومة الفيدرالية الأمريكية رح تبلغ ليلة رأس السنة ب 31 كانون الأول 2012 الحد الأقصى للدين العام المسموح إلى ببلوغه من قبل الكونغرس عن 16.4 تريليون دولار، ما بيعني ضرورة تفعيل إجراءات استثنائية غير اعتيادية بقيمة 200 مليار دولار لتيسير عمل الحكومة مدة شهرين لتجنب عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها. من الأخبار إلى البورصات، طبعا بورصة بيروت اليوم اللي عادت لسجل بعض الارتفاع بدعم من أسهم سوليدير اللي عادت لمستويات فوق 13 دولار. إلى الخليج حيث ساعدت الأسهم الصغيرة ببورصة دبي على تعزيز مكاسبها أمام مؤشر سوق القطري، فهو عند أدنى مستوياته بواحدة من 31 تموز تقريبا. تداولات ضعيفة بأوروبا بعد عطلة العيد والمكاسب محدودة بظل المخاوف حول الوضع المالي بالولايات المتحدة بشكل عام. السلبية سيطرت على وول ستريت بعد إعلان زعيم الأغلبية الديمقراطية مجلس الشيوخ هاري ريد انه البلاد بتتجه للسقوط بالهويه الماليه، وبعد انخفاض ثقه المستهلك بكانون الاول لادنى مستوياته بخمس اشهر ورغم ارتفاع مبيعات المنازل الجديده لاعلى مستوياتها باكثر من سنتين بتشرين الثاني، وايضا تراجع طلبات اعانه البطاله الاسبوعيه باسرع من المتوقع الاسبوع الماضي. استقر الذهب بانتظار نتائج المحادثات بالولايات المتحده طبعا، والسلبيه اللي كانت احاطت بهالمحادثات ضغطت ايضا على اسعار النفط عم سجل تراجعات بحوالي 0.5%. الى العملات ايضا اليورو تراجع بظل العوده الى العملات اللي تعتبر كماليزات امنه كالدولار، ايضا بعد تاكيد سيناتور ريد انه الولايات المتحده بتتجه الى الهويه الماليه. استقرار لليورو دولار 1.3224. لهون وصلنا لنهايه جولتنا الاقتصاديه لمساء اليوم، نلتقي ظهر بكره بنعود لكم متابعه النشر. شكرا موريس. شكرا موريس. والان الى صفحه متفرقات سريعه. ثلاثمئة عائلة عايشين على مقربة من بركان كريستوبال بنيكاراغوا انعطوا نصيحة بمغادرة بيوتهم من بعد ما بدأ البركان بقذف الرماد والغاز الساخن. السيدة الأولى أكدت لمحطة إذاعية أنه تم إطلاق الإنذار الأصفر. حوض ضخم كبر 18 متر تقريبا عالق على احدى شواطئ كوينز بنيويورك. عمال الطوارئ وعلماء الاحياء البحريه توجهوا سريعا الى المكان، لكن ورغم المحاولات الحثيثه لانقاذه عم بيقولوا انه الاحتمالات ضعيفه جدا. كل سنه من بعد عيد الميلاد نشاط مميز بيصير ببرلين، وهو مسابقه ركض بيشارك فيها عدد من السكان لحتى يخسروا الوزن يلي كسبوه بالعيد جراء الاكل الطيب والحلويات يلي بتتقدم. هالغطاسين الروس عم يحتفلوا بالعيد على طريقتهم، فقرروا يحطوا شجرة بقعر حوض السباحة ويأكلوا ويشربوا كمان تحت، وما خلوا شيء أبدا يوقف بطريق استمتاعهم بالعيد مثل ما بيحبوا.
قبل ما يستقبلوا السنة الجديدة بقلوب بيضة وبلا حقد وزعل، سكان بالبيرو بقرروا كل سنة يصفوا حساباتهم مع بعض على طريقتهم وبيشاركوا بخناقة مميزة، فكل يلي عندهم مشاكل مع بعض بيضربوا بعضهم وبيفشوا خلقهم. إلى ساندرين والأخبار الرياضية. مساء الخير. البداية رح تكون مع الفوتبول والمرحلة 19 من الدوري الإنجليزي، حيث انتزع امبارح مانشستر يونايتد فوز غالي من ضيفه نيوكاسل وابتعد 7 نقاط بالصدارة بعد خسارة مفاجئة لجاره مانشستر سيتي. عبر مدرب مانشستر سيتي روبرتو مانشيني عن غضبه وعدم رضاه للمردود يلي قدمه لاعبينه خلال هزيمة الفريق بهدف لصفر أمام المضيف فريق ساندرلاند، وقال مانشيني أنه المشكلة الكبيرة بالفريق هي عدم التسجيل، فمثل كل مباراة السيتي بيلعب أفضل ولكنه بيفتقر للتهديف. وأضاف مانشيني أنه فريق ساندرلاند كان محظوظ لأنه عرف يستغل فرصة واحدة سجل من خلالها وعرف دافع من بعدها ليحافظ على النتيجة. أما مارتن أونيل مدرب ساندرلاند فهو قال إنها كانت أفضل مباراة بيلعبها فريقه هيدا الموسم، وبيهني لاعبينه يلي كانوا عم بيلعبوا بثقة كبيرة قدروا من خلالها يستعبوا فورة الفريق الضيف. وبخسارة السيتي وفوز مانشستر يونايتد أصبح الفارق بين الجارين 7 نقاط لصالح المتصدر يونايتد يلي رفع رصيده ل 46 نقطة مقابل 39 لمانشستر سيتي. أعلن نادي مانشستر يونايتد رسمياً اليوم أنه مهاجمه وين روني رح يغيب عن الملاعب حوالي 3 أسابيع بسبب الإصابة الشديدة بالركبة يلي تعرض إلى خلال مباراة امبارح أمام نيوكاسل. هالإصابة شكلت صدمة كبيرة لمان يونايتد يلي بيلتقي نهار السبت مع ويست برومويتش والثالثة مع ويغان. بالان بي اي وعلى ملعب تارجت سنتر استضاف فريق مينيسوتا تيمبر وولفز نظيره هيوستن روكيتس. تألق الضيوف بواسطة نجمهم جيمس هاردن يلي سجل 30 نقطة بيناتهم 17 بالربع الأخير، ساهموا بفوز فريقه بنتيجة 87-84 ليحقق هيوستن روكيتس فوزه الخامس على التوالي. إشارة أنه بأبرز باقي المباريات اللي انلعبت امبارح كان الفوز لميامي هيت، ميلووكي، فيلادلفيا 76رز ونيويورك نيكس. بالتنس تحدث البريطاني أندي موري عن استعداداته للمشاركة ببطولة العالم يلي بيستضيفها سنوياً مجمع أبو ظبي الدولي برعاية مبادلة. البطولة استعراضية وبيشارك فيها المحترفين بفرد الرجال فقط وبتنلعب على الملاعب الصلبة بالهواء الطلق. كما تحدث موري عن عزمه لتحسين موقعه بالترتيب العالمي ليبلغ التصنيف الأول. إشارة أن موري رح يتنافس مع كل من الماغرو يلي بيلعب مكان نادال، نوفاك جوكوفيتش، دافيد فيرير، توماس بيرديتش ويانكو تيبسارفيتش. هذا كان كل شيء بسبور لهلا روبير ومنى، برجع لكم. شكرا ساندرين. ختاما الى ميشيل حداد واحوال الطقس. الاعتماد اللبناني مصرفك لكل الفصول. بونسوار لكل يلي عم يسألوا عن أخبار الطقس وبشكل خاص ليلي بعدهم بالعطلة، منقلكم أنه الطقس الحلو بعدهم كفى معنا، ولكل محبي السكي والتلج بيستاد جاهزة تستقبلكم، فاستفيدوا منيح من الأجواء الصافية. اتجاه ريح شمالي لشمالي شرقي، الحرارة على الساحل بتسجل أقصاها 22 درجة، على المرتفعات بتتراوح بين 8 درجات و 19، أما بالداخل فبتتراوح درجة حرارة بين 17 و 19 درجة. رطوبة عالية على الساحل، الهواء خفيف، البحر هادي والجو صافي إلى غائم جزئياً. كيف الطقس بكرة ببعض المناطق وضع اللبنانية؟ بنشوف سوا بهالجولة من الجو يلي بتخدنا فوق منطقة عند إتمع 18 درجة، 15 بالمجدل، تنورين 11 درجة، 10 بفريا، الخنشارة 16 درجة، 19 ببعقلين، ننتقل لصيدا وصور 21 درجة، ومثل ما نشوفوا الجو صافي إلى غائم جزئياً. نوصل على جب جنين 18، كمان 18 درجة بأبلح، طاليا 19، والختام بالأعمى 18 درجة. لمحة سريعة عن طقس بكرة والأيام اللي جاية. بكرة الجمعة مثل ما قلنا الجو صافي إلى غائم جزئيا والحرارة بتسجل أقصاها 22 درجة، مثل ما عم تشوفوا انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة خلال الويك أند والأسبوع، ولكن عم بتشوفوا أحد وتنين الجو صافي ومشمس.
هذه كانت أخبار الطقس لليلة. عودة لزملاء باسم الأخبار وختام النشرة، وأنا بلاقيكم بكرة. نشرتنا انتهت، أينما كنتم في العالم تابعوا دائما أخبار الام تي في على تويتر ام تي في لبنان نيوز وفيسبوك ام تي في لبنان، وعبر موقعنا الإلكتروني mtv.com.lb. إلى الملقى عند منتصف الليل. إلى اللقاء. إلى اللقاء.